25 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في ويكاند بلوس. حاجة واو مش تكون تحت عنوان تونسية تفتح موقع على الفيسبوك وتعمل حملة ولد بلادي أولى وبنت بلادي أولى. حاجة واو. حاجة واو. عبير سعيدي تونسية تعيش منطقة قريبة لمارسي عملت موقع على الفيسبوك صحبة بعض التونسيين المقيمين بالخارج باسم خطاب على الباب. من غاية هذا الموقع أنهم يسهلوا عملية التعارف قصد الزواج بين تونسيين بالخارج وتونسيين اللي عايشين في تونس، كما فكرة بنت بلادي أولى وإلا ولد بلادي أولى. وزيد على هذا انطلقوا في حملة ثانية على العنف جميع أنواعه، إلى جانب أنهم يحلوا مشاكل التونسيين المقيمين بالخارج منها المادية والمعنوية. ومعنا توا عبر الهاتف عبير سعيدي مدنا أكثر إيضاحات. عبير ألو. وي ألو. عسلامة عبير. عسلامة. شنو حالك؟ صبا صبا الحمد لله. مرحبا. يعيشك. مرحبا فيك في راديو ميت. يعيشك. مبادرات حلوة اللي قمتوا بها عملت ضجة إيجابية وتفاعل كبير مع التونسيين بالخارج. أحكي لنا أكثر تفاصيل على المبادرات نتاعكم. بي دونك دخلت توا عندي 3 شهر في جروب اسمه فرهد بالك مع زعبوبة. هو جروب سمير بافون معروف برشا توا في الجروبات فيسبوك. دخلت في جروب هذايا وبعد دوموند من لي مونبر برشا ناس طلبوا منا باش نسهلوا لهم باش يتعرفوا على بعضهم بحكم جروبنا الموين داج نتاعو والعباد اللي موجودين فيه معناها ستاندينغ معين وموين داج ناس بمخاخهم ويحبوا يهنيوا على رواحهم. قلنا بوركوا با عملنا البرنامج هذا سميناه الخطاب على الباب اون لايف. دونك ناخذوا لي زابيل نتاع لي مونبر اللي يحبوا يتعرفوا ومن بعد احنا معناها اون لي مي اون كونتاكت. بيان سور عاملين سيكوريتي للي مونبر نتاعنا اللي ناخذوا بطاقه تعريف نتاع كل شخص يحب يشارك معنا. ناخذوا كوبي من بطاقه تعريف باش نجموا نحميو لي مونبر اللي معنا اون كاد بروبليم، على خاطر مالوروزمون فيسبوك فيه ديفو بروفيل في برشا عباد معناها ماهمش سيريو اون فادير. دونك نحنا معناها نحميو لي مونبر نتاعنا. من شيره اخرى عندنا برشا مواطنين نتاعنا توانسه عايشين في الاوروب بلاش وراق معناها في سيتواسيون ايريغوليير. قلنا بوركوا با زادا كو دو بوس للعباد هذوما نعرفوهم على التوانسه اللي بوراقهم مطلقين ولا عزاب اللي يحبوا يبداو حياه جديده ويعرفوا الحب. فوالا دونك نحبوا نعرفوهم على بعضهم ديريكتومون على سنة الله ورسوله، معناها التعارف للزواج مش تعرف لحاجه اخرى. معناها سي فريمون بور سو كونيتر اون فيو باش من بعد يسهل ربي ويتفاهموا بالطبيعة. يعرفوا عنا توا دي كوبل قاعدين يتعرفوا على بعضهم وقاعدة ماشية الأمور معاهم، حاجة هذي فرحتنا برشا وني تخي تخي فيها. وفاش وصلتوا توا زيتوا تقدمتوا عندكم مبادرات أخرى باش تعملوهم؟ والله وي عنا بروجي آخر فرح قلبك باش معناها عباد اللي عندهم مشاكل اللي يحبوا يحكيوا حاجة اللي يحبوا نصايح كيف كيف اللايف ينجموا يطلعوا بطريقه انونيم، معناها ينجم ما يحلش الكاميرا يخبي وجهه يطلبنا بالتليفون كيما يحب هو باش يحكي لنا شنو المشكله اللي يتعرض لها ونحاولوا احنا نعاونوه. كان حاجه ادمينستراتيف انا بحكم في فرنسا نجم معناها ننصح العباد على الكوتي ادمينستراتيف. نحاول زاده نعمل في بريفونسيون للبنات باش يردوا بالهم في الفيسبوك من العنف ومن الحاجات الخايبين ومن ضعفين التصاور وبرشا حاجات كيما هكا. النساء اللي تعرفوا على رجال في الاوروب خرجوا ما يعرفوش حقوقهم، ما يعرفوش اللي في فرنسا عندهم حقوق، معناها عايشين في بريسيون في ضغط، فما اللي عايشين في اغسلمون. يحكيوا لي اون بريفي حكاياتهم ونحاول انا معناها في لايف نعمل السوجي هذايا ونحاول زاده اترافيغ سا باش نعاونوا التوانسه اولاد بلادنا اولى وبنات بلادنا اولى. يعطيك الصحه. كيفاش نجموا نتصلوا بيك ولا اللي يحب يتصل بيك اللي يحب يدخل الموقع نتاعك؟ اعطينا اكثر تفاصيل كيفاش ينجم يدخلك. الوغ تلقوني على الفيسبوك عبير السعيدي، دونك بروفيل نتاعي بوبليك فيه ديجا با مال دابوني، دونك نجموا يدخلوا يبعثوا لي على الميسنجر. وقتها انا ندخلهم للجروب بحكم معناه انا اسمه الجروب. عاودنا اسمه الجروب فرهد بالك مع زعبوبه، بحكم هو مكتوب بالعربي وانا تعلمت نقرا بالعربي ما عنديش بس يقول لي سامحت لازم تعطيهم انت الاسم تاع الجروب. باهي ثم حاجه اخرى انا شفت ثم خطب على الباب ثم فرح قلبك، هذوما الاسماء هذوما معناها ماخذينهم قبل معناها مستعملينهم. علاش سميت الاسامي هذوما؟ عندك غايه معينه؟ هو
نو الخطاب على الباب هو ديجا مسلسل تونسي الناس الكل يعرفوه، كنت انا نحبه برشا. سمير اقترح عليا الاسم هذايا كي حكينا في الموضوع. مادام ثم خطبه وثم عرس. فوالا ثم خطبه وثم عرس وان شاء الله الخطاب على الباب وان شاء الله كل وليه تفرح وهذايا اللي نحبوه. فرق قلبك هذه خدمتها انا قبل في جروبات اخرين زاد في اللايف نجحت برشا، ناس تحب تحكي ناس تحب تفضفض، ثم ناس عايشين في دي سيتياسيون يعلم بهم كان ربي وكي يلقاو سوتيان في اللايف بلي كومنتير انسان يحكي معاهم انسان يعطيهم نصيحه اذا بطبيعه حاجه تعاونهم وتفرحهم. دونك بوكوا با جروباتنا يكونوا عندهم فايده ونعاونوا بعضنا والتونسي لتونسي رحمه. يعطيك الصحة عبير، يعطيك الصحة لإذاعة هذيا، إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله كي تجي تونس ندعوك بحذانا ونحكيو على الجروب وإن شاء الله يتوسع أكثر يعيشك عبير. فرصة ثانية، باي باي. ميرسي بوكو يا سماح، ربي معاك بالسلامة. ميرسي. كانت هذه حاجة واو لليوم.